يقدم الصليب الأحمر التشادي عملا إنسانيا ساميا يهدف إلى إنقاذ حياة البشرية، خاصة في المواقف الحرجة والحالات الطارئة. لذا نظم الصليب الأحمر فرع الدائرة الرابعة حفل تقريج الدفعة 22، والتي تتكون من 39 قريجا في مجال الإسعافات الأولية. في كلمته التي ألقاها رئيس الصليب الأحمر فرع الدائرة الرابعة أبو بكر شواه، أوضح أن فحوى الدورة ومدى استفادة عما تلقوه المتدربون، ودعاهم إلى الالتزام بالمعارف والخبرات التي تحصلوا عليها خلال التدريب. رئيس الصليب الأحمر التشادي أكد أن مؤسسته تواصل التدريب للقيام بمهامها. نقول ده ما أول دفعة الصليب الأحمر الدركة الشرطي، 22 أول صليب للدرجة الشرطي لبلدية الجميع، ونتمنى أن التدريبات التلقوها في الميدان في الدورة تكون مطبق في الميدان. أما المندوب الإداري بالدائرة الرابعة أثناء ترأسه المناسبة، قال إن البلدية ستدعم مثل هذه الأنشطة الإنسانية، متمنيا لهم النجاة في مهامهم الإنسانية.